من يوم ما شفتك وانا عارف انك مؤذي، بس ما كنتش عارف انك هتأذيني في بيتي. ابص رجلك، ابص رجلك، سيبني انا، انا ما عملتش حاجه. خلاص والله العظيم بلاقي دعوه باللي حصل. انا مش قلت لك يا واد امشي من الفندق قبل سابق؟ حصل والله العظيم حصل ومشيت، بس خلف بيه ولا رجعني. دي هياخد جزاؤه. هتعمل فيا ايه؟ هعمل فيك ايه؟ ولا حاجة. انت هنا في مزرعة تعابين، هسيبك ليهم. ان صب عليك الصبح وخرجت سليم يبقى ليك عمر. عاوزش حاجة؟ أقسم بالله العظيم أنا بحترم خلود بنت حضرتك. عارف لو كان ليك روحين كنت أدبتك على دي كمان، بس ملحوقة ليا حساب تاني مع الكلب كين يا بجس. خرب بيت، خرب بيت سيدي، خرب بيت الحبوي. أنا مسافر يا هيبة، الحجاز. هتحج حج أمين؟ إن شاء الله. غني ما عارفه؟ ما أنت لو بتسأل عليها كنت عرفت. هانت، أطمن الأول على أمينة. وطمنت على خلود. هتخف إن شاء الله. ما تنساش تعالجها من جوه زي ما بتعالجها من بره. ربنا يسهل يا حج أمين. ربنا يتقبل منك. أمين، ما هعديش عليكم، تعرفني ما بحبش الوداع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر يا عم أمين. السلام عليكم.